تميز بين عالم باطني سري محفوظ للأولياء المختارين وآخر خارجي مادي يراه الجميع ويتعامل معه ويختبره. وسلطان إسحاق هو ابن خاتون إيرانسبور خامس التجليات والسيدة الوحيدة فيها والتي ولدته بطريقة عجائبية. للرمز فيها أصول كما للطبيعة النباتية دور ومكان، بخاصة شجرة الرمان حيث استظلت والدته وحبلت به. وهذه ظاهرة لا تقل دهشا وإعجازا عن تكوين الكون، ما فيه وما فوقه من بلورة مرتاحة في عمق المياه الأزلية أفرزت الجوهر الإلهي والملائكة السبعة الهفتان. وإن كان للوساطات منذ البدايات دورها، توسلت الملائكة من الله خلق الكائنات على أنواعها، فما كان منه إلى أن حرق باللورة التكوين وصنع من دخانها الأديم السماوي ومن رمادها الأديم الأرضي. وحفظت بعدئذ للإنسان قصة عجب وطرب، فها هي الملائكة نفسها تقنع بموسيقاها النفس الإلهية لدخول أجساد البشر وأحيائهم بعد رفض وتردد، فتسكن النفس بالألحان السحرية وتدخل الأجساد حيث تضحي أسيرة إلى حين فحين فحين، وقد تردى بالموسيقى ذاتها شراعا للسفر عبر الأجساد من جيل إلى جيل فجيل، حتى الواحد بعد الألف، حتى التحقيق النهائي. يسر مركز الأقليات في الشرق الأوسط في جامعة روح القدس أن يستقبلكم اليوم أهلاً وأصحاباً وضيوفاً أعزاء، كما استقبل قبلكم إخوة إزيديين وآخرين أرمن ومن ثم صابئة مندائيين. وفي الترحاب رد التحية لمن جاد بكل نفيس في سبيل إيواء غريب وإطعامه والسهر على سلامته، فيضا لشيم الفتوة والأخوة التي تتمتعون بها. وإن ضاقت جغرافيا الدين ومسوغاته الأصولية على الاعتراف بأهل الأرض وبحقوقهم ليأخذوا من جبل كردستان ملاذا آمنا نوعا ما، فقلب لبنان المحب، هذا القلب الجبل في صموده وفي كرمه، يتسع للجميع. والفكر الحر على المنبر الحر صوت لكل من كتم صوته وصودر رأيه وهدمت حقوقه. باسم رئيس الجامعة العربي البروفيسور جورج حبيقة وأسرة الجامعة، أشكركم على هذه الزيارة التاريخية التي تزيدنا فخرا وفرحا وشرفا باستقبال إخوة لنا في الإنسانية ومن أرض شرقنا النازف، الذي وإن كان ملعبا مباحا للصراعات الدولية فهو يبقى شرق الإيمان والنسك والتصوف والثقافات المتعددة والمنصهرة في بوتقة تعايش سلمي لا نريد سواه في الغد القريب والبعيد. يسرني أن أشكر الحضور الكريم، سعادة النائب اللي هو منا وفينا، الحضور الكريم الذي تشده غيرته العلمية والإنسانية لمشاركتنا هذه الأمسية، وأخص أيضا إخوتنا الدروز، أهلا وسهلا فيكم، وسائر الأصدقاء الأعزاء. شكر العميم لكل من ساهم في إعداد وتنظيم هذا الحدث من مكاتب الاتصالات والنشاطات الجماعية والأعلام، أهلا وسهلا. والآن الكلمة ستكون للسيد رجب عاصي كريم كاكي، الذي سوف يحدثنا عن الكاكائية، دين وكتب مقدسة.
الخير جميعا. أشكر السادة الحضور والقائمين في هذه الجلسة، ما نسميها جلسة. أنا رجب كاكا’ي، رئيس منظمة ميترا للتنمية والثقافة اليابانية. في العبارة مكتوب تعريف بالديانة الكاكا’ية اليابانية كتابة، وهنا الاسم مكتوب رجب عاصي كاكا’ي. عادة الاسم تبقى اللفظ الأساسي للاسم تعبيريا. إحنا كاكا’ية مو كاكا’ية، فيما يلفظ أخوان العرب الكتاب العرب يكتبون كاكا أو كاكا’ية. للأسف يعني التسمية صحيحة، وأنا قصدت كتبتها بالشكل الأصلي فوق الكاكا’ية. إذا كتبناها بالعربي يصير كاكا’ية، فأكو فتحة بين فوق الكاف الكاسر عليها تقول كاكا’ية. آسف على هذا الإطالة. من تعريف، نبدأ من تعريف الديانة الكاكا’ية. تعريف ياسان هي اسمها الأصلي، هي الاسم الصحيح للديانة، تتكون من مقطعين يار يعني العاشر وسان وهو الخالق كما مؤشر، يعني معتنقي الديانة هم عشاق الخالق، والخالق هو الله الذي الرب الذي خلق الكون كله. يعني هي ديانة مستقلة من الأكراد، قصدنا الأكراد البقية المسلمين، لأن المجتمع الكردي السابق قبل الإسلام كانوا كلهم بالأصل يزدانيين كما هو معلوم. أو الديانة الميترائية، وهي كما أشر قبل الكتاب وذاك المصادر أيضا، الديانة الميترائية كانت موجودة المفروض يرافقنا، لكن لأسباب مجهولة ما قدر يرافقنا. هو من أربيل رجع إلى كرماشان، كان صحته شوية مقلق، رجع بعد ما نعرف عنه أي شيء اتصالات، وكان المفروض هو يجي ويكون معاه طنبور ويسمعكم موسيقى حي منا على هذه المنصة الرائعة والأكثر من رائعة. أنا هنا أختتم قولي وأترك المنصة لسيد رفعت. سيد يحب يحكي باللهجة الماتو، وهو جزء من اللغة الكردية، مثل ما أشرت إلى اللهجة الأصلية اللي كتب بي نصوصنا الدينية المكتوبة بها طبعاً آلاف السنين، واللي إحنا حافظنا عنها. وكما قلت أحد الحضور هنا موجود ويعرف لهجتنا، يختلف عن بقية الأكراد. أنا اليوم أستاذ مادي أشير إلى كذا.
رحمنا. نرحب بك عذرا جماعة من نرحب بك. السيد يحب تحكي باللهجة الأصلية. حرم سيدي. حب أن قبل أوضح المناطق الجغرافية. كلمة يار يعني مساعد. هاي كلمات بعدين اليارستان يعني احنا نؤمن كل انسان باي ديانات بالعالم اذا كان هو مخلص للإنسانية والانسان هو يعتبر يار عندنا ان كان سني شيعي مسيحي يهودي اي انسان بالعالم اذا كان هو يؤمن بالعداله يؤمن بالانسانيه يعتبر عندنا هو يار 100%.